شوية فلافل، فلفل كده وكمون وتوابل وبهارات هندية، مفيش. يلا زي بعض بقى، خلينا مؤدبين في آخر محاضرة يعني. بس ربنا يستر في الربع ساعة اللي بعد. الديفلوبمنت اوف ذا يوريثرا. الميل يوريثرا بتبقى طولها 14 سنتي، تمام؟ وبتتكون من، لو انت عندك دي البروستات، لو دي عندك البروستاتيك جلاند، ايه في ايه؟ لو دي البروستات اخر مره، لو دي البروستات لو دي البرتقانه اللي لسه واخدينها مع البروف وجي، وبعد كده بيبقى في حته كده، وبعد كده بيبقى في حته كده، بيبقى في هنا حاجه اسمها اليوروجينيتال ميمبرين او اليوروجينيتال ديافراج موسلز، في حاجه اسمها البرينيال باوتش. اليوريثرا بتاعتي بتبقى جزء منها ماشي انسايد البروستيت، وجزء منها بيبقى ماشي ما بين تو ميمبرينز، وجزء منها الطويل الكبير ده بيبقى ماشية في البينز. فبنقسمها الى بروستاتيك يوريثرا، وفي ناس بتقول في بري بروستاتيك كمان، في نص انش كده بيقولوا عليه، بس احنا ايه مش هنكلكع الدنيا. بروستاتيك يوريثرا، وبعد كده في ميمبرينس يوريثرا، وبعد كده بيبقى في عندي حاجة اسمها بينايل يوريثرا، تمام؟ البروستاتيك يوريثرا بيفتح فيها من على الجنبين حاجة اسمها ايجاكيولاتوري داكت. ايجاكيولاتوري داكت، عارفين ايه هي الايجاكيولاتوري داكت؟ ها؟ عارفين ولا ما عارفين؟ بس خلاص انتهى. ايجاكيولاتوري داكت، اليورينري بلادر بتاعتي، لو بصيت على اليورينري بلادر من ورا على البوستيريو سيرفيس اوف ذا يورينري بلادر، اليورينري بلادر بتاعتك داخل فيها هنا يوريتر وداخل فيها هنا يوريتر. في حاجة اسمها الفاس ديفرنس، ابيديديمس وفاس ديفرنس. الفاس ديفرنس بتاعي ويجي يقوم معدي كده قدام اليوريتر، الفاس ديفرنس يجي كده ويعدي ويروح على الباك اوف ذا يورينري بلادر. الفاس ديفرنس بعد كده في الباك اوف ذا يورينري بلادر يبقى دايليتد ويعمل حاجه اسمها امبولا اوف ذا فاز، حاجه اسمها امبولا اوف ذا فاز. على اللاترال سايد اوف ذا فاز في بتاعه كبيره كده، جلاند كده على الميديال، في بتاعه جلاند كبيره كده اهو اسمها سيمينال فيزيكل. اسمها ايه؟ سيمينال فيزيكل. منظرها وحش. في انتوا خدتوا اليورينري بلادر في المحاضرات ولا لسه؟ خدتوها؟ خدتوا البوستيريو ريليشن؟ امال خدت فيها ايه؟ ده هيبقى عباره عن حاجه اسمها الفاز ديفرنس، وهيجي دايليتد كده يعمل لك حاجه اسمها الامبولا اوف ذا فاز، تمام؟ الامبولا اوف ذا فاز بتاعتي دي السيمينال فيزيكل هنا، عفوا لاترال، كبيره كده ليها داكت اوف سيمينال فيزيكل، والاثنين يتحدوا مع بعض اللي هي الداكت اوف ذا فاز والسيمينال فيزيكل يعملوا لي حاجه اسمها ايجاكيولاتري داكت، لان الفاز هيجيب لك السيمن. السيمينال فيزيكل بتعمل حاجه ثانيه، سكريشن اوف فلويد، فيزيكال فلويد او سيمينال فلويد، والاثنين يتجمعوا بعض ويبقوا حاجه اسمها ايجاكيولاتري داكت، والايجاكيولاتري داكت تفتح جوه البروستاتيك يوريثرا، والسيمين يمشي في البروستاتيك يوريثرا للممبرينس يوريثرا للبينايل يوريثرا، تمام؟ يبقى هنا البروستاتيك يوريثرا بتاعتي هتتكون من جزئين، جزء اباف زي ايجاكيولاتري داكت وجزء بيلو زي ايجاكيولاتري داكت، وبعد كده يبقى عندك ممبرينس يوريثرا وعندك بينايل يوريثرا.
هنا لو احنا لو انتوا لسه فاكرين من شويه اليوروجينيتال ساينس بتاعك كان متكون من 3 بارتس، ده فيزايكو يوريسترال، وده هيبقى بلفيك، وده هيبقى عباره عن ايه؟ فاليك. فيزايكال وده بلفيك وده فاليك، تمام يا شباب. تعال بقى للميل يوريثرا. نمره 1 البروستاتيك يوريثرا. البروستاتيك يوريثرا أبوف وبلو الإيجاكيلاتري داكت. أبوف ذا إيجاكيلاتري داكت ليها أنتيرور وول وليها بوستيرور وول. الأنتيرور وول بتاعها هيطلع من الفيزيكال بارت أوف ذا يوروجينيتال ساينس. البوستيرور وول بتاعها هيطلع من الأبزوربت بارت أوف ذا ميزونيفريك داكت. يعني هنا اليوريثرا بتاعتك هتطلع من حتتين، حته ميزو وحته اندو. الانتيرور وول بتاعها اندوديرم اللي هو طالع من الفيزيكال بارت اوف ذا يوروجينتال ساينس، والبوستيرور بتاعها هيبقى ميزو اللي هي طالعه من الابزوربت بارت اوف ذا ميزونيفريك ايه داكت. صح الكلام؟ بيلو ذا ايجاكيولاتري داكت يعني الحته دي مع الممبرينس يوريثرا هتطلع from the pelvic part of the urogenital sinus. Most of the benign urethra, most of the benign urethra هتطلع from the phallic part. يبقى الميل يوريثرا هتطلع من كل اليوروجينيتال sinus زائد ميزونيفريك داكت. قسمها لي يا عم الحاج، والله دي سهله قوي يا دكتور. البروستاتيك يوريثرا اباف ذا ايجاكيولاتري داكت، الانتيرور وول من الفيزايكال، البوستيرور وول من الميزونيفريك داكت، بيلو ذا ايجاكيولاتري زائد الممبرينس فروم ذا بيلفيك. معظم وليست كل البنايل يوريثرا فروم ذا فاليك بارت. طب فين بقيه اليوريثرا يا دكتور؟ هنا البنايل يوريثرا في حته فيها ماشيه في الجلانز بينس، الحته اللي في الجلانز بينس. انتوا خدتوا الديفلوبمنت اوف ذا انال كانال مع الدكتور وجيه مش كده؟ مين اللي اداكوا الهاند جات؟ الهاند جات فيها كان فيها انال كانال، كان الابر تو ثيرد بتوعها اندوديرم واللور بتاعها اكتوديرم، كان في انفاجينيشن كده سميناه بروكتوديوم، وبعدين قاموا الممبرين اللي بينهم ربشارت الكلواكا الممبرين فقام او الانال ممبرين فقامت عامله لك مين؟ الانال كانال. هنا نفس الموضوع بيحصل. الجلانز بينس متغطيه باكتوديرم مش كده؟ يحصل فيه اكتوديرمال جروث. الحته دي تبقى اكتوديرم from the skin covering the glands. بعد كده يحصل ريكانالايزيشن وتفتح الحته اللي في الجلانز بينس مع الحته اللي في الشافت اوف ذا بينس. يبقى الموست انتيرور بارت اوف ذا بينايل يوريثرا از اكتوديرمال ان اوريجن. هل دولت مش ممكن ما يقفلوا ما يفتحوش مع بعض؟ الا اي حاجه ممكن يحصل فيه خلاف بينهم زي ما حصل السيست الكدني. لا، والمصيبه الكبرى ان فتحه اليوريثرا دي ممكن بدل ما تبقى كونتينيو مع الحته اللي في الجلانز بينس، فتحه اليوريثرا دي ممكن تيجي وتفتح تحت هنا، يا اما ممكن تطلع وتفتح فوق. فاليوريثرا يا اما تفتح على الدورسال اسبكت اوف ذا بينس، يا اما تفتح على الفنترال اسبكت اوف ذا بينس، وممكن ما تفتحش في التيب اوف ذا بينس. اذا فتحت من فوق بنسميها ايبي سبيدياس، اسمها ايبي سبيدياس. يعني تبص تلاقي لو البينس كده هتبص تلاقي فتحه اليوريثرا من فوق مفيش من قدام، بتسميها ايبي سبيدياس. تمام؟
ممكن تلاقي فتحة اليوريسترا على الدورسال اسبكت اوف ذا بينس من تحت هنا تلاقي فتحة اليوريسترا. هنا البينس الجلانز متغطية بسكن اسمه البروبيوس. البروبيوس ده اللي احنا بنشيله في السيركمسيجن، الحتة اللي بنطهر بيها الولاد بنشيل حتة السكن اللي مغطية الجلانز دي اسمها البروبيوس. اسمها ايه؟ بروبيوس. لما تيجي كده تلاقي عيل صغير جاي امه بتشتكي انه ما بيعملش بيبي زي العيال الطبيعية، كل لما يدخل الحمام يطلع من الحمام رجليه متغرقة يورين، اليورين مغرق رجله وموسخ بنطلونه لان ما فيش دايركشن لليورين فورورد، بيحصل دريبنج لليورين لتحت، الفتحة على الفنترال اسبكت اوف ذا بينس من تحت. تيجي انت تشوفه تلاقي البروبيوس بتاعه صغير قوي، ما عندوش بروبيوس مغطي الجلاند، الجلاندز تلاقي الجلاندز باينه وعليها حته سكن صغيره. في الفلاحين اللي عندنا، في ناس في الفلاحين في الفاظ كده يعني بتبقى موجوده في بعض القرى يقول لك الملائكه مطهراه، الملائكه مطهراه، الواد نازل متطهر يا دكتور، الواد نازل متطهر، لان هي شايفه البينس بتاعه مش كومبليتلي كفرد باي بروبيوس، لا ده الجلانز باينه وحواليه حته سكن صغيره، بس الولد مش بيعرف يعمل بيبي زي الولاد الطبيعيين، يقف كده ويقول شوف نشوف مين اللي هيودي ايه ابعد من التاني، يقف ويعملوا سبق ويشوفوا مين اللي ايه هيجيب يورين مسافات بعيده، ده يا عيني ما بيجيبش مسافات خالص، ده بيعمل ايه لتحت. فطبعا وانس انك انت تشوف الحاله دي اوعى 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 تقرب له وتعمل له سيركمسيجن، يعني لو هي جايبهولك عشان تطهره وشفت المنظر ده ما تعملوش سيركمسيجن خالص. دي حاله اسمها هايبوسبيدياس، وهذا الهايبوسبيدياس يا دكتور احنا بناخد البروبيوس ده ونصلح بيه اليوريثرا، بناخد السكين ده وبنصلح بيه اليوريثرا، لان بتاع تصليح اليوريثرا دي عمليه كبيرة مش عملية صغيرة، انت مش بتجيب سيخ وتسلكه بقى كده او تجيب ابرة وتفتح من قدام وتوصل، لا دي عملية كبيرة جدا ومش سهلة بصراحة، وبنحتاج البروبيوس علشان نستخدمه في الريكونستراكشن اوف ذا بينايل بارت اوف ذا ايه اوف ذا يوريثرا. تمام يا شباب. الهايبوسبيدياس كومنلي اسوشيتد ويز اكتوبيا فيزايكا، يعني الاكتوبيا فيزايكا دي تبص تلاقي الاستاذ ده البينس بتاعه اخضر اخر كده، تلاقي الدورسال اسبكت اوف ذا بينس مفتوح، اليوريثرا مفتوحه مع البلادر، فبتبقى غالبا ما بتبقى اسوشيتد مع الاكتوبيا فيزايكا. اكتوبيا فيزايكا كومنلي بتبقى اسوشيتد ويز ذا ايه ايبي سبيدياس. طيب دلوقتي لو العيان بتاعنا ده حته احنا كده خلصنا اليوريثرا في الميل، طب في الفيميل كل اليوريثرا في الفيميل بتطلع فروم ذا فيزايكال بارت، خلاص، وبارت فروم ذا بيلفيك بارت كلها. طب الفاليك بارت في الفيميل بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها فيستيبيول اوف ذا فاجينا زائد الابر بارت اللور بارت اوف ذا فاجينا، بيعمل حاجه اسمها فيستيبيول and the upper part of the vagina، يعني ده بيدخل في الفورميشن اوف ذا فاجينا في الفيميل، انما كل اليوريثرا بتاعتها بتطلع فروم ذا فيزايكال بارت اند بيلفيك بارت اوف ذا يورو جينيتال ساينس. انا كنت عايز اقول حاجه، مش انت هنا عندك اليورينري بلادر وهنا في عندك الريكتم وهنا الممبرين واللي قسمهم من بعض يورو ريكتال ايه سيبتم. طب افرض هذا اليورو ريكتال سيبتم انكمبليت، فاكرين لما كانت تراكيو اسوفجيال سيبتم مش كومبليت كان بيعمل ايه؟ تراكيو اسوفجيال فيستول. هنا برضه هيعمل لك حاجه اسمها ريكتو فيزايكال فيستولا، ريكتو فيزايكال فيستولا، يعني هيبقى في فيستولا ما بين الريكتم وما بين اليورينري
بلادر. ولو هنا اصلا دي واحده ست مش راجل، اللي هيبقى ما بين الريكتم وما بين اليوترس والفاجينا، خلاص هيبقى عندك الايه اليوترس والفاجينا، هتعمل لك ريكتو فاجينال فيستولا، عفوا لا مش في مش ريكتو فاجينا، هتعمل لك فيزايكو فاجينال ايه فيستولا. طب ازاي هتشخص الحاجات دي؟ الحاجات دي سهله جدا تتشخص. لو واحده عندها فيستولا ما بين البلادر وما بين الفاجينا هتجيلك بايه؟ شغل مخك، يورين ان ذا فاجينا. اليورين نازل منين؟ من الفاجينا. مين؟ ها؟ الناس الطيبه. لا خلاص لا على راحتك انا استناك والله. طيب الله يسلمك. يعمل حاجه اسمها ايه؟ فيزايكو فاجينال فيستولا، اليورين هينزل من الفاجينا. طب لو عندك ريكتو فيزايكال فيستولا ايه اللي هيحصل؟ ستول ان ذا يورين، ستول ان ذا يعني ما ينزلش يورين طبيعي، اليورين بتاعه ينزل دارك واوفنسيف، مش اللي فيه الامونياكال اودر اوف ذا يورين، لا ده هينزل ريحته فيسز. تمام يا شباب؟ والله كل الكونجنتال انومالي دي بتحصل. البروستيت بقى دي حاجه هايفه جدا وحاجه عبيطه، شويه باندلز كده اهوت او شويه proliferations from the prostatic urethra، ده احنا رسمينها اساسا، يعني هي دي البروستيت ازاي تطلعها من هنا اساسا، دي البروستاتيك يوريثرا، شويه كده اهوت من اليوريثرا يطلع على، يعني اليوريثرا بتتكون الاول وبتطلع منها البروست، تمام، وبتطلع منها الايه البروستيت proliferation. طبعا السلايد مكتوبه فيها كلمه قاتلة انها بتطلع في 9 months، لا طبعا 9 months ايه، يعني الواد ممكن لو اتولد في 7 شهور ما يبقاش ببروستيت، ده في 9th week. ها وبعد كده ممكن بقى البروستيت يحصل فيها كونجنتال انومالي قوية قوي عليكم، الكونجنتال انومالي اوف ذا بروستيت قوية قوي، حاجة اسمها موليريان سيست وفي حاجة اسمها يوريتريك سيست، والمهم انكم تعرفوه اللي هي بنايل بروستاتيك هايبربليزيا، بنايل بروستاتيك هايبربليزيا يعني بعد سن ال 45 سنه ممكن البروستات بتكبر قوي وبتعمل حاجه اسمها بنايل بروستاتيك هايبربليزيا، او ممكن يتحول الى ايه الى كانسر. تمام، دمتم سالمين ونراكم لو